الضرس الثالث من قرص الهيمسفير 5.1 5.5 واتس نيو. عملت الدرس ده تحديدا عشان بيبقى كتير ناس من عاوزة تطبق اللي بتذاكره أو اللي بتشوفه سواء في الكورس بتاعنا أو في أي كورس تاني، لكن بيقابلها مشكلة إن هي ما بتقدرش تطبق عملي بسبب إن هي ما عندهاش الريسورس أو الهاردوير الكافي إن هي تقدر تطبق الكلام اللي بنتعلمه في الكورس بتاعنا أو في أي كورس تاني. لذلك أنا عملت اللاب سيت اب ده عشان أقدر أعرض للناس بعض الأفكار والطرق اللي هي ممكن من خلالها تستخدمها عشان تقدر تطبق اللي احنا هي اتعلمته في الكورس بتاعنا. ففي حتى على الإنترنت هتلاقي فيه معلومات كتيرة جدا إن أنت ممكن تقدر تعمل لاب بأقل هاردوير ممكن أو مينيمم هاردوير اللي يسمح إن احنا نطبق اللاب ده عندنا. طبعا في مينيمم هاردوير لازم يكون متوفر عندنا عشان نقدر نطبق اللاب، وكل ما يكون اعلى كل ما يكون افضل طبعا، كسرعه وكهاي افيلابيلتي وكفيتشر يكون افضل بكتير جدا. فاول حاجه احنا عندنا 2 سيناريو عشان تقدر تعمل لاب للكورس بتاعنا. اول حاجه ان انت يبقى عندك فيزيكال لاب او فيرتشوال لاب. فيزيكال لاب ان انت يكون عندك السيرفرات بتاعتك كلها فيزيكال، يعني هتنزل الاي اس اكس بتاعك على سيرفر فيزيكالي مش جوه فيرتشوال ماشين. فلذلك احنا بنبقى محتاجين على الاقل خالص 2 سيرفر نقدر نعمل انستليشن للاي اس اكس عليهم. ليه 2 سيرفر؟ عشان نقدر نستفيد من موضوع الهاي افيلابيلتي، لان لو سيرفر واحد مش هقدر اعمل كلاستر او اي نوع من انواع الهاي افيلابيلتي. فلازم يكون عندي الاقل 2 سيرفر عندي وعندي ستورج سواء فيزيكال او سواء ممكن نعملها فيرتشوال، ويكون طبعا في سويتش عشان يوصل بين السيرفرات ديت وبين الفي سنتر. ممكن في الحاله دي الفي سنتر ممكن يكون فيرتشوال او الفي سنتر ممكن اعمله على جهاز تالت، يعني مش لازم يكون سيرفر، ممكن جهاز بسيط على الاقل خلاص فيه 3 او 4 جيجا رامات عشان اقدر اعمل انستليشن الفي سنتر عنده. لذلك ان احنا بيكون محتاجين على الاقل 2 سيرفر اي اس اكس عشان انزل فيزيكال عشان انزل اعمل اي اس اكس عندي. طبعا كلمة سيرفر في ناس كتير طبعا تقول لك ده سيرفر هيبقى حاجة غالية وحاجة ضخمة وحاجة كبيرة، كإمكانيات المادية مش هنقدر نشتري سيرفر. لكن كلمة سيرفر اللي أنا بقصد بيها ممكن حاليا ممكن تشتروا بعض السيرفرات المستعملة استعمال خالد بتيجي مصر بتكون سعرها رخيص، أو بعض الأجهزة اللي بتكون أوريجينال زي ديل ورك ستيشن أو غيرها، أو بعض السيرفرات اللي بتيجي من بره ده زي الديل ورك ستيشنز اللي بتكون فيها بروسرات زيون. هي طبعا لا تصنف سيرفر لكنها بتكون قوية جدا بمقدار السيرفرات اللي موجودة عندنا في الحقيقة. ممكن تستخدمها بشكل قوي جدا وتديك برفورمانس كبير جدا في اللاب عندك. لذلك لو انت عاوز تعمل لاب فيزيكالي يعني يفضل ان انت تستخدم سيرفرات حقيقية لكنها مستعملة عشان كسب فلوس. طبعا لو انت عاوز جديد طبعا بس هيبقى السعر مضاعف بأضعاف اللي بيبقى موجود طبعا كمستعمل. ومن ناحية تانية في بعض الناس طبعا تقول لك طب ممكن اشتري جهاز جديد بي سي عادي او جهاز اوريجينال اتش بي عادي واستخدمه. طبعا ممكن ينفع، لكن المشكلة في حاجة، المشكلة ان في تحديدا بعض تعريفات النتورك الاي سي اكس ما بتعرفش عليها، لان الاي سي اكس اساسا بيبقى مصنف ان هو او شركة في ام وير عاملاه تيستد وبتبقى حاطه فيه التعريفات الخاصه بالسيرفرات الاوريجينال فقط اللي هي سيرفرات ديل اتش بي اي بي ام وغيرها، ما بتحطش فيه التعريفات الخاصه بالاجهزه حتى اللي هي الاوريجينال اللي هي العاديه اللي تصنف للبي سي اللي هي اليوزر بيستخدمها في البيت عنده او بيستخدمها في الشغل. لذلك في ناس كتير جدا سواء بتشتري اجهزه مجمعه او اجهزه اوريجينال عاديه اللي هي بي سي بيرسونال بي سي يعني، وبتلاقي بعد ما تيجي تعمل انستليشن تلاقي ان الاس اكس مش متعرف على الهاردوير الخاص بيها زي النتورك. طبعا في الحالة دي بيبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن صعب إن أنت تجيب هاردوير أو تعريفات درايفر لكروت النتورك دي بشكل تاني. لذلك يفضل إن أنت تستخدم سيرفرات سواء جديدة أو سواء مستعملة، ده أفضل حل ليك. طبعا السيرفرات لما يكون فيزيكالي بيديك برفورمانس أعلى بكتير جدا من إحنا شكل الفيزيك الفيرشوال شكل ما هنشوف دلوقتي. لذلك انا ريكومندت ان انت تجيب سيرفرات مستعمله وتستخدمها في اللاب عندك افضل بكتير جدا من ان انت تجيب اجهزه عاديه وتبقى في مخاطره ان هي ممكن تشتغل او لا، او ان انت تستخدمها كفيرشوال. طبعا فيرشوال اللي هو الحل التاني عندنا
طبعا ده لو الناس ما عندهاش من ناحية مادية، او ان هي مش هتقدر تشتري اجهزة سيرفرات، او مش موجودة عندها هذه الخاصية اساسا. ممكن تجيب سيرفر واحد بشكل قوي الى حد ما، او بي سي يعني مثلا ما يقارب فيه 16 جيجا رامات، ممكن اوريجينال بي سي او مجمع جهاز مجمع، بنزل عليه ويندوز 7 64 بت، او ويندوز 2008 او 2012 64 بت عشان انت تتعامل مع الهاردوير الرامات العالية، وانزل عليه في ام وير ورك ستيشن. ومن داخل الفي ام وير ورك ستيشن اكاريت ماشين بقى، وكل ماشين اعمل انستليشن للاي سي اكس جواها، اعمل ماشين للفي سنتر، واعمل 2 ماشين للاي سي اكس، واعمل ماشين مثلا للستورج او غيره. يعني احتاج تقريبا 4 ماشين عندي على الاقل، كل ماشين بهاردوير معين عشان تقدر تشغل الخاصية اللي هتكون من جواها، سواء الفي سنتر او سواء الاي اس اكس او غيره. كل الماشين ديت في النهاية شغالة جوه الورك ستيشن، والورك ستيشن ده شغال جوه ويندوز او اس على السيرفر بتاعنا. طبعا هي فكرة قديمة، ممكن كتير ناس بتعملها وموجودة من قديم الزمن، لكن المشكلة في الموضوع ده ان هو بيديك طبعا كبرفورمانس بطيء، لان كل السيرفرات دي في النهاية شغالة على بروسيسور واحد، شغالة على هارد واحد او ستورج واحدة، طبعا بيكون برفورمانس سيء جدا. بالاضافة ان في بعض الفيتشر في الهاي افيلابيلتي زي الفول تورنس وغيرها ما بتشتغلش، لان هي موجودة جوه فيرتشوال ماشين داخل فيرتشوال ماشين وهكذا. لذلك يعني لو اجبرتك الظروف ان انت تستخدمها، هتأديك إلى نسبة كبيرة ما يقارب من 80% من اللابات ممكن تطبقها في الوضعية الفيرشوال ديت عندنا. لكن كريكومنديشن إن أنت تستخدم كفيزيكال، هيديك فيتشر أعلى وبرفورمانس أعلى بكتير عندنا. ده الكلام بتاعنا إن أنت تستخدم فيرشوال أو فيزيكال، لأن في كتير جدا من الناس دايما بتسألني على الموضوع ده، وإيه مثلا الموديلات الكويسة أو الموديلات اللي أستخدمها أو الموديلات اللي أشتريها. طبعا انت ممكن تخش على موقع في مور، لو انت هتشتري سيرفرات جديدة عندهم كومباتيبلتي ليست، ممكن تعمل سيرش فيها ويقول لك الموديلات اللي هي معمول لها تيستد مع في مور. لكن بالنسبة للأجهزة المجمعة أو الأجهزة اللي هي استيراد خارج، أو الأجهزة اللي هي ورك ستيشن وهنعملها سيرفر، طبعا ديت ملهاش ريفرنس خالص، سواء عندي أو في أي مكان تاني، إلا اللي هي واحد، لو واحد جربها قبل كده أو واحد اشتريها وعمل لها تيست قبل كده، هو ممكن يقدر يفيدك اكتر مني واكتر من فيم وير، لان احنا طبعا ما عملناش تيست لكل الاجهزه اللي في الدنيا هل هي سبورتد بكل الفيتشر اللي موجود اللي محتاجاها في ام وير او لا. لذلك حبيت اوضح النقطه دي في الجزء بتاع اللاب سيت اب الخاص بينا. في طبعا على الانترنت ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده، وكل واحد بيستعرض اللاب الخاص بتاعه الموجود في البيت، وكل واحد بيعرض ان هو اشترى مثلا جهاز معين او جمع جهاز بشكل معين، وجاب ستورج من شركة كذا، وجاب نتورك من كذا، وعمل الكلام ده. طبعا انت ممكن تستفاد بالكلام ده كله ان انت تعمل لاب زيه، فضامن ان هو هيكون ناجح زي ما هو نجح مع واحد تاني سبقك وجربه عنده. فانت حتى لو جربت في جوجل سيرش عملت في ام وير لاب سيت اب، او لاب سيت اب فور في ام وير، او لاب هوم لاب فور في ام وير، هتلاقي فيه عشرات الناس اللي عاملين تجاربه من سابقة مع بعض الهاردوير ومع بعض الشركات اللي بتصنع الهاردوير، سواء الاستورج او السيرفرات او الاجهزة الورك ستيشن اللي الناس قدرت تستخدمها وعملت بيها لاب بشكل سليم عندنا. طيب بالنسبة بقى لللاب الخاص بينا اللي احنا نستخدمه على مدار الكورس بتاعنا، حبيت اعرضه لكم الاول عشان واحنا بنشتغل ما نبقاش تايهين مش عارفين ايه السيرفرات اللي احنا بنشتغل فيها، او ايه السيرفرات الايباد بتاعتها او غيره. فاحنا الكورس بتاعنا هنستخدم اغلبه فيزيكال هاردوير، هيبقى عندنا 2 سيرفر اي اس اكس، اي اس اكس 1 واي اس اكس 2. اي اس اكس 1 اللي هو الاسم بتاعه هيبقى اسمه اي اس اكس 1 اي 1، الاي بي بتاعه هيبقى 192.168.1.201، السيجمنتيشن بتاع النتورك بتاعتنا 192.168.1 دوت اكس. السيرفر اي اس اكس 2 هيبقى دوت 202. عند ستورج هستخدمها كايس كاز ستورج وان اف ستورج، هي بتاع بالفعل فيرشوال لكن احنا هنعتبرها كانها فيزيكال عندنا. عند دومين كنترولر ويندوز 2008 سيرفر R2، عمل عليه جوه دومين هنستخدمه طبعا عشان في السنجل سايد اون مع الفي سنتر والامبورت واليوزر والبرميشن وغيره. الاي بي بتاعه اسمه 222، والدومين نفسه اسمه vmman.me، ده اسم الدومين فعليا اللي معمول له انستليشن جوه السيرفر ده.
الفي سنتر بتاعي اللي هو الاي بي بتاعه هيبقى 210، ده عبارة عن ويندوز 2012 او ويندوز 2008 R2، الاثنين عادي ممكن اعمل الانستليشن للاي اس اكس للفي سنتر 5.5 سواء في ال 2012 او ال 2008. انا حبيت ان احنا نستخدم الليتست فيرجن من الويندوز، وعملت انستليشن للويندوز 2012 على الفي سنت سيرفر اللي هو الاي بي بتاعه 210. لذلك فدلوقتي انا عندي في سنتر، عندي دومين كنترولر، عندي اس اكس 1، عندي اس اكس 2، وعندي السام، وعندي الجهاز اللي انا بعمل منه مانج حاليا وبسجل من خلاله وبدخل ريموت على السيرفرات بتاعتي دلوقتي. فدلوقتي حتى لو احنا اتفرجنا هلاقي في عندي 210، ده اللي هو يعتبر الفي سنتر الخاص بيا، ده جهاز الفي سنتر 5 اللي هو 1.210. عندي جهاز الدومين اللي هو 220، ده ويندوز 2008 R2، وده الدومين بتاعي، والدومين عملنا له اوريدي انستليشنز، وعملنا جوين للفي سنتر مع الدومين بتاعي. طبعا احنا هنا مش بنتعلم ننزل الدومين او نعمل جوين للجهاز، لان طبعا المعلومات دي موجودة عندكم من زمان مش محتاج تعرفوها. ده اسمه الدومين الخاص بيا، ده الاي بي بتاعه. ودلوقتي الاتنين اي اس اكس سيرفر لو فتحته من خلال الكونسول بتاعي، ده الاي اس اكس 1 اللي هو 1.201، اوكي ده عبارة عن جهاز فيزيكالي،